بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. الأحكام المتعلقة الصيام كثيرة، منها أحكام مكملات ومنها أحكام لازمة لصحة الصيام. من الأحكام التي لصحة الصيام أولا أن يكون في الوقت المحدد الذي حدده الله سبحانه وتعالى، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كذلك من الأحكام المتعلقة بالصيام التي لا بد منها ترك المفطرات الحسية والمعنوية، المفطرات الحسية الأكل والشرب والجماع ودواعيه، والمفطرات المعنوية تجنب الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والسباب وغير ذلك، فهذه لازمة، أمور لازمة للصيام. ليس الصيام هو ترك الطعام والشراب فقط، ولكنه مع ذلك ترك كل ما نهى الله عنه من اللغو وقول الزور والشتم والسباب وغير ذلك. وأحكام تتعلق بالصيام، وهو أن يشتغل الصائم بذكر الله وتلاوة القرآن والعبادة، وترك كل ما لا يتناسب مع حال الصيام. فحافظ المسلم على صيامه من لم يطع قول الزور والعمل به والجهل، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالصائم يحافظ على صيامه من المؤثرات الحسية والمعنوية، وهذا واجب على كل مسلم. هناك صيام دائم لا يفطر منه إلا بالموت، وهو ترك المحرمات ومن الكلام وغيره، هذا يصوم عن المحرمات من تكليفه وبلوغه إلى أن يتوفاه الله، تجنب المحرمات القولية والفعلية. وهناك صيام عن الطعام والشراب، وهذا له وقت محدد وزمان محدد، ولكن على المسلم أن يحافظ على صيامه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، ولا يرد عليه، حتى ولو كان القصاص جائزا، ولكن مع هذا يتركه ويقول: إني صائم، يعني لولا أني صائم لرددت عليك. فهذا من آداب الصيام وحرماته، فالصائم يحافظ على صيامه. والصيام إنما هو نية مع ترك المفطرات، فالصيام له حرمة وله مكانة. فإذا صام الإنسان فليصم سمعه وبصره وقلبه عن المحرمات القولية والفعلية، كما يصوم بطنه عن الطعام والشراب. الصيام له حرمة وله مكانة. والصوم من بين سائر العبادات اختصه الله لنفسه، قال جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه مزايا عظيمة للصيام، أعظمها أن الله اختصه لنفسه، قال: الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن كل العبادات
المشروعة كلها له، لكنه اختص الصوم جعله لنفسه، لأن الصائم تجنب ما تشتهيه نفسه وما يميل إليه طبعه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل في ذلك إن المراد والله أعلم أن أعمال الصائم مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لا حد لمضاعفاته، الصوم لي وأنا أجزي به. فعلى كل حال هذا يدل على شرف الصيام وشرف الصائم عند الله سبحانه وتعالى، فليحافظ المسلم على هذه العبادة العظيمة ويخلصها لله عز وجل ويتأدب بآدابها حتى ينال هذا الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فليس الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب، هذا أهون الصيام وأسهل الصيام، ولكن الصيام أشمل من ذلك، أن يترك كل ما حرمه الله من النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم، تجنب كل ذلك لئلا يجرح صيامه. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني يصوم يترك الطعام والشراب لكن لا يترك بقية المحرمات القولية والفعلية والقلبية. هذا ليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، لأنه ليس له، ليس هذا هو الصيام المطلوب. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، أن يحافظ على صيامه، أن يتقيد بأحكام الصيام، أن يكون ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.